تعليم خاص مغربي يعني في ظل الاحتلال، ثم استكملت دراستها في فرنسا، ثم عادت علشان تحاول ان هي تكتب عن المجتمع المغربي. كتابنا النهارده ما وراء الحجاب يمكن من اهم كتبها، وهو دراسه يعني في عنوان جانبي الجنس كهندسه اجتماعيه، دراسه في المجتمع واخده نموذج المجتمع المغربي والعلاقه بين الرجل والمراه. يعني محمد سميح اختار الكتاب في ظل يعني الجدل الداير حوالين العلاقه ديت، وفي ظل الجدل الداير كمان حوالين مفهوم الحجاب. هيكلمنا اكتر عن الكتاب وعن فاطمه مغنيسي محمد سميح. مساء الخير. يعني هنتكلم عن دكتور فاطمه مغنيسي وكتابها ما وراء الحجاب او الهندسه الاجتماعيه للجنس. دكتور فاطمه من وجهه نظري من اهم الناس اللي اشتغلت في مجال الدراسه النسويه، وهي حتى نفسها متجاوزه التعبير النسوي بشكل ما. في الكتاب نفسه في ما وراء الحجاب بتتكلم، انا بحسها في مجال الاسره، يعني الموضوع كان عندها اعمق بدرجه ما من صراع ذكوري نسوي، هي بحسها اجتماعيه منطلقه من يعني منطلقه بدون مقابليات. هي مش ما عندهاش اراء معينه وداخله تنظر وتقول ان الواقع بالشكل اللي انا شايفاه. هي كانت حابه تفهم الواقع، والواقع كان بالنسبه لها اللي هو المجتمع المغربي اللي هي بنته. هي درست بره وعندها ادوات ومناهج اكاديميه اتعلمتها في الغرب، تحديدا في فرنسا، فقررت بمنتهى البساطه انها تاخد المحتوى دوت والاطار دوت وتبتدي تطبقه على مجتمعها الاصلي اللي هو المغرب، وعملت عملها الميداني اللي كان موجود في الكتاب. هي اثناء طفولتها كان في موقف هزها بشكل كبير مع والدها، قال لها مشاكلنا مع المراه كما مع النصارى او المسيحيون تبدا عندما يطالبون بحقوقهم. يعني اول ما الناس دي هتتكلم او يبقى في ليها صوت او حس، فاحنا هنا بقى عندنا ازمه بشكل ما. الجمله دي فضلت يعني عالقه في ذهنها، وده تقريبا كان كل التحول بتاعها قايم على جمله والدها اللي حابه تفهم طب ليه. دكتور فاطمه كان في فجوه بين الكتاب ونشره بالفرنساوي او حتى بالانجليش والترجمه العربيه. هي نفسها متكلمه في التقديم بتاع الترجمه الاصليه للعربيه ان ممكن المجتمع المغربي يتجاوز هذا الشق الميداني اللي انا اشتغلت عليه، ولكن الجزء النظري مازال يبقى صحيح. الجزء النظري عند دكتور فاطمه تناول فكره الغريزه بشكل مبدئي ما بين الاسلام والمسيحية. كانت بترى في المسيحية اتجاه أكثر لكبت الغريزة ومقاومتها، عكس الإسلام اللي مال لتنظيم الغريزة داخل الإنسان. وضربت مثل في دوت بالغضب، إن الغضب في المفهوم الإسلامي يمكن تنظيمه، إن الغضب من أجل الله غضب يعني جيد، لكن الغضب في الاطار العادي ممكن يبقى مرفوض. ودي كان رؤيتها لتعامل الانسان مع الغريزه طبقا للفكر الاسلامي. مفيش الصراع بتاع الجسد والروح والماده والافكار وكل هذه الاثنيات الموجوده في المجتمع الغربي. الاسلام كان اكثر فهما للغريزه او اكثر تنظيما منها للرؤيه المسيحيه. بتنطلق بقى عشان تنظر لفكرتها الرئيسيه ما بين الشرق والغرب، هي ما بتحاولش توصل لنظريه عامه او شيء كبير قد ما هي بتحاول تفهم، فبتعقد مقارنه بين اثنين بتشوفهم كل واحد فيهم بيعبر عن الاطار الثقافي اللي نشا فيه، وان دوت ليه انعكاسات اجتماعيه كبرى جدا على المجتمعات بتاعتهم. كان النماذج دي بالنسبه لها سيجموند فرويد وابو حامد الغزالي. كان يعني هي بترى ان فرويد عنده افكار ما عن او افكار متخيله بشكل ما عن المراه بيدعي فيها العلميه، وكان اشهر افكار يعني فرويد فكره عقده
الاقصاء والقضيب، ان المراه تشعر بنقص امام هذا الكمال الذكوري، فهي دايما بتسعى لاكتماله، تبحث عن رجل يحقق لها الانجاب، فتملك بشكل او باخر ما ينقصها عند الرجل. والمراه عند فرويد كانت يعني هي النظريه بتاعت فرويد في فكره السلبيه الجنسيه نفسها اقدم من فرويد، يعني كان موجود عند اليونان، وارسطو تحديدا كان ليه كلام كبير جدا في الكلام في الفكره دي، ان المراه كائن سالب جنسيا ملوش دور في الانجاب او في اي حاجه، هو كل شيء قايم في العلاقه الجنسيه على الرجل، ودي مجرد يعني وسيله ما لاستمرار حياتنا او لمتعب بشكل معين. الناحيه الثانيه في الفكر الاسلامي او حتى تحديدا في كتابات ابو حامد الغزالي، ما كانش في سلبيه جنسيه للمراه، كان في فعليه، ان هذا الكائن لديه رغبه، هذا الكائن لديه قدرات يستطيع ان يمارسها للتعبير عن هذه الرغبه في داخله. وفكره الايجابيه الجنسيه كان من وجهه نظرها في الفكر ما يسمى يعني اسلامي، دي اللي قام عليها فكره الفتنه والغوايه والشيطان المتمثله في المراه. ده كان ليه اسباب عميقه جدا بالنسبه لها، طبقا لنشاه الاسلام بتستند هنا في الجانب دوت لمونتجومري وات، وبتبتدي تتكلم ان في البدايه خالص في بدايات الاسلام كان في تفكك قبلي. التفكك دوت لا يسمح بوحده، القبائل دي كلها بتتصارع مع بعض من اجل اشياء بسيطه جدا، الكلى والماء. وان فكره الاسلام او حتى نجاح الاسلام بين العالمي عموما كحضاره لما قام كان على فكره تجمع هذه القبائل وعكس الصراعات الداخليه ما بينهم لفكره الجهاد ضد الكفار او خارج محيط الجزيره العربيه. فكان في عندها رؤيه بشكل ما ان المراه بفعاليتها الجنسيه تهدد هذه الفكره الاجتماعيه القائمه على تجمع كبير قائم على انتماء ليس للقبيله ولكن الى الله بمفهوم الاخوه في الاسلام. وكان شايفه ان النظام دوت في مساواه بين الاخوه في الاسلام لكن ما فيهوش هذه المساواه بنفس الدرجه بين الراجل والمراه لما تشكله المراه من خطوره، وده بيرجع لترسبات ما قبل اسلاميه ان نمط الزواج السائد او حتى الشكل الجنسي للعلاقات ما قبل الاسلام كانت بتاخد منحى اكثر عموميه من اللي كان موجود في بعد الاسلام. من اشهر الناس اللي بحثت في هذا الموضوع او شكل الزواج ما قبل الاسلام روبرتسون سميث، كان كتاب بتاعه الزواج والقرابه في صدر الاسلام الباكر او في الاسلام الباكر، كان في نوعين من الجواز عند روبرتسون سميث، زواج الصديقه هو اقرب لفكره الجيرل فريند، وزواج البعل اللي هي الكلمه اللي الدكتور مثلا عبد الفتاح بيفسرها بمعنى السيد، او هو اله عبده يهود فتره كانوا فيه وثنيين، وان ده شكل الزواج فيه. وزواج البعل ليه اسم اخر ان هو زواج الملكيه. فانماط الزواج العمومي او ما قبل الاسلام اللي هي بتشوف انها كانت لا تسمح بقيام مجتمع بهذا التماسك العسكري ليحارب العالم ويقيم حضاره بشكل كبير، دي ازمه المراه الاولى. بترجع تاني برضو بنفس الارتداد دوت، هي شايفه ان الصراع دايما بيتم تدويره، ان الاسلام في ظروف نشاته لقى اعتراضات كثيره من ما يسمى بالمجتمع الجاهلي، وان الاسلام قد يكون وضع نظم وشرائع تخالف هذا النمط السائد في وقت ظهوره، ولكن طبقا لرؤيه الدكتور فاطمه هذا لم ينتهي، ان دوت المجتمع الاسلامي اكتسبه ونشا تاريخ على مدار 1400 سنه ولكنه لم ينتهي
طبقا لرؤيتها ان اول ما حصل ضغط حقيقي او نقد او صراع ياخدنا لمنحى اخر، فكانت بتتكلم ان الاستدعاء دايما بيرجع لصدر الاسلام والصراع الجاهلي. وهي شايفه ان ده فضل مستمر بشكل كبير لغايه النهارده، ان مفيش فرق بين الصراع الاول الاجتماعي في نشاه الاسلام والصراع الاخير. من الافكار العريضه برضو عند الدكتور فاطمه في الكتاب الحب، يعني هي عندها فكره ما يسمى بفكره الشارع الذكوري. هذه الفكره كانت بتحلل عليها او تبني تحليل فكره التحرش، رجعت لابحاث معموله على مناطق بدويه داخل المغرب، وابتدت تحاول تشوف الرؤى الاجتماعيه عند الرجال في هذه المناطق، وايه هو المحيط المتاح للمراه وما يقابله محيط او مجال للرجل. في جملة شهيرة في التراث العربي بتقول الربات النساء ربات الخضور، ان هم مكانهم المنزل. وفي حتى في دايما في الاستعداد السلفي ما اي حادث تحرش فيقولوا وقرن في بيوتكن، انتوا خرجتوا من البيوت فانتوا السبب في هذا التحرش. فهي بتعرض الرؤية دي ان الشاب البدو البسيط في مكان صحراوي هو بشكل او باخر مقتنع ان السيده المحترمه تقبع في المنزل داخل البيت لا تخرج خارجه، وان السيده غير المحترمه او طبقا لتعبيرهم السهله جنسيا دي اللي موجوده في الشارع، وان اللي موجوده في الشارع دي بشكل او باخر يا اما عاهره يا اما رقاصه او بتعمل كغازيه. المهم ان هي مش بنفس قيمه السيده الموجوده بالمنزل، وان هو كل الاحترام للمراه يعني يكمن في وجودها داخل البيت وعدم خروجها. بعد خروج يعني المجتمعات من هذه البدائيه، لما بيجي الناس دي تنتقل للمدينه هو بيبقى عنده ازمه، يعني انا شاب عايش في الاطار الاجتماعي ده، وكل مفاهيمي ان اي واحده خارج الشارع دي سيده غير محترمه او تسعى لعلاقه جنسيه. حتى في القران يعني في الآية بتقول لأن يعرفني، يعني تفسير القرطبي إن في تحرش، يعني الست اللي ماشية فبيتم التحرش بيها، فإحنا بنفرض حجاب هنا على الحرة وما بقاش في حجاب للعبدة عشان تبقى الناس دي معروف إن دي زوجة أو بنت لأحد السادة. فأنت لما تعرض لها بالتحرش فده هيعمل لك أزمة بقى، إن دي بنتي أو مراتي، فهنا عندي أزمة ما يسمى بأزمة الشرف. لكن لو اعتدت على الجارية فالموضوع مش هيبقى فيه يعني مشكله كبيره. طبعا ده كله قائم على نمط اجتماعي بشكل ما له علاقه بفكره المراس نفسه. انجلز في كتاب الاسره والعائله، يعني اعتقد كان اسم الكتاب بالشكل ده، كان في دايما يعني نمطين، يعني حتى فكره روبرت سميث كان نفس الفكره، الاموميه والذكوريه، باتراركية والماتراركية. فكان في الألماط دي هي مثلا بتتكلم ان في ما يسمى بالنظام العمومي اللي هي قبيلة كبيرة، الرجل يذهب للسيدة في بيت أهلها، القبيلة هي تعول السيدة مش زوجها، مفيش نسب أبوي، يعني النسب لقبيلة الأم نفسها. هي بتتكلم ان في الأسر دي كان في الغالب الراجل لما بيموت ممكن يورثه ابن أخته، يعني بمنتهى البساطة ما كانش فيه نقل لمن هم من صلبه، يعني فكرة بقى نقاء البنوة دي كانت في الناحية الثانية فكرة الزواج الذكوري. فهنا كان يعني في صراع بين النمطين دول. في صحيح البخاري بيتكلم برضو عن أربع أنماط للزواج، اغلب يعني الثلاث انواع، او حتى في باحثين كتير يعني قالوا ان هم يبقوا اكتر طبقا لايات وحديث اخرى، هم يمثلوا اللي بتتكلم عنه فاطمه برنيسي بالاموميه. الزواج اللي اقره الاسلام كان ذكوري، وكان بيبقى لها انتباه مهم جدا فكره بقى نقل الملكيه والبنوه. هي تحليلها ان فكره الميراث او الحقوق الاجتماعيه اللي دايما بيشاع ان هي تم اكتسابها للمرأة من خلال الإسلام، هي بتقول إن في نظرة عامة دايما إن الستات ما لهمش ورث. هي بتتكلم لا، يعني أكيد كان في عادي في مواريث، في ستات عندها ذمة مالية مستقلة، لكن هي بتتكلم إن كان في نظام ممكن يعني
ياخد حق الضعيف، ان في ستات بشكل ما غير قادرات ان هم ينتزعوا حقوقهم فكان بيتم ظلمهم، وان هنا يعني الاصلاح الاسلامي في التشريع داخل الجزيره العربيه هيكون خاص بده بس، ان في ناس بيتم اضطهادهم سيدات معينه او بعض الرجال الفقراء ما بياخدوش حقوقهم، فهنا كان حفظ يعني الحقوق دول كحركة اجتماعية أو شيء إيجابي للناس دي، لكن أكيد مش في المطلق كان بالمشهد المتصور إن السيدات ما لهمش ذمم مالية بشكل كبير. يعني في السيدة خديجة كان عندها يعني ذمة مالية، ده معروف طبقا للمدونة الإسلامية، هي لا شيء بتذكره، أنا ما أقدرش أوثقه بشكل يعني كبير. هي بتعتبر إن زواج عبد المطلب اللي انجب منه ابو طالب ده نوع من الزواج الامومي، وبتعتبر الامومي وبتعتبر ايضا ان زواج عبد الله والد النبي من السيده امنه نوع من الزواج الامومي. هي فكرتها على الاموميه شويه في الاطار دوت ما كانش اخد المعنى الواسع قد ما هو اخد معنى ان انا رحت بيت السيده عند اهلها في قبلتها وكان في 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 علاقه، ما كانش في بقى الزواج اللي احنا عارفينه او اللي بيسميه روبرت سميث بعل او ملكيه، ان انا بروح للوكيل اطلب ايد الفتاه بدفع مهر، انا ملزم بالاعاله، الابناء بينتموا لي اسميا وهم بيرثوا كل يعني كل ما املك بعد ما اموت. وحتى كان في نوع الزواج ده تحديدا الطلاق برضو كان من حق الراجل. في كتابات الغزالي دكتور فاطمه نفسها بترصد ان هي دي فكره يعني الامام الغزالي، ان الزواج نوع من انواع العبوديه للمرأة، وفي حتى حديث بيقول انما النكاح رق يعني بالمعنى ده، وده اللي كان بيستشهد بيه راجل شبه روبرت سميث، ان يعني هو يسمى زواج ملكي، ان الرجل يملك في المرأة. الزواج الاخر الامومي ما كانش فيه هذه الملكية، الست كانت فيه حرة بشكل كبير، ما فيش يعني المجتمعات الامومية برضو ما كانش عندها فكرة جريمة الشرف، يعني هما ما عندوش ازمة ان الست يعني حره تفعل ما تريد، هو مش يعني مش هيروح يقتلها مثلا. في الناحيه الثانيه في جريمه شرف، ده له علاقه بنقاء الابوه، يعني انا عندي مال بشكل ما والمال ده هيورثه اللي جايين من بعدي، فلو هي عندها حريه او تفعل ما تريد انا عندي ازمه، انا كده اورث ناس مش من صلبي. فبالتالي المجتمعات اللي كانت قايمه على النمط الاقتصادي بالشكل ده كانت بتتجه للذكوريه في مقابل الناحية الثانية، وكان تحليل دكتور فاطمة بشكل يعني كبير أن الإسلام كان يحتاج هذا النمط من الزواج اللي بيصرف بالرغبة الجنسية بشكل ما، ولكنه يحفظ التماسك المجتمعي، ونبدأ نتحول من قبائل صغيرة متصارعة مفيش ما يجمعها لأمة إسلامية تستطيع أن تجاهد العالم. طبعا النظام الذكوري بهذا المشهد بيتعامل مع الرغبة والمرأة بحذر، وده كان من التفريقات بتاعتها بين فرويد والغزالي، ان مجتمع يؤمن بسلبية المرأة الجنسية مش محتاج يحط يعني قيود كبيرة عليها، هو محتاج بس يخلي الراجل ما يتجهش ناحيتها. فمن هذا الرؤية بالنسبة لها تبتدي تفرق ان ليه ما فيش حجاب غربي بشكل كبير وكان في حجاب اسلامي، ان الرؤية في العالم الاسلامي ان المرأة فعالة جنسيا، فهي تستطيع ان تكون يعني تغوي بشكل كبير او تجذب الرجل، فكان يجب يعني تحجبها. الشيخ الغزالي برضو كان يعني مثلا رؤيته للعلاقات الجنسيه ان هي شيء ايجابي جدا، اولا بسبب ان في متعه، تاني حاجه ان ده بيدرب المؤمن على ما سوف يشهده من لذات في الجنه، يعني لما الرجل يمارس الجنس ففي شيء اخر اقوى مستني، فده هيخليه اكثر حبا الى او تقرب الى الله. وكان الشيء الثالث ان ده بيساعد الانسان او الرجل ان هو يكون في حاله سيكولوجيه تسمح له بالانتاج والفكر والعمل. فرويد كان بالنسبه له ان الحضاره حرب ضد الجنس، يعني فكره الليبدو او التسامي او كل هذه الافكار عند فرويد كانت ايمن ان انا في رغبه داخل الانسان، هذه الرغبه بيتم اعاده توجيهها في شكل عمل او انتاج. الرؤيه الاسلاميه كان لا، احنا عم مارس الجنس بشكل ما والنساء يعتبروا هو ده دورهم، يعني حتى ده
يفسر فكره ظهور جهاد النكاح مثلا مع داعش، ان يعني في المخيله الاسلاميه الثقافيه دي 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 الفكره، ان دور المراه اشباع الرجل بشكل ما من اجل ان يستطيع ان يخوض غمار الحياه. هذه المنظومه بشكل كبير بقى يعني مع التطورات والانتقال من حياه بدويه لحياه مدنيه، في الجواز في الاخر في اختلاط، يعني الحياه اتقدمت. يعني ممكن افهم ان شيخ سلفي بيطلع الاختلاط حرام، هو تمام حرام جدا وانا معاك مش هختلف، بس مستحيل تمنعه دلوقتي. فدي بقت الازمه الحدثيه في وضع المرأة تبقى للرؤية التراثية والوضع القائم، إن أنا عندي أفكار بشكل ما بقت متضاربة مع الواقع، إن السيدات خرجوا من المنازل، إن أصبح في اختلاط في تعليم. من هنا بقى بالنسبة للدكتور فاطمة تنشأ جميع المشاكل. هي بتقول يعني بشكل ما بيحصل في التباس، يعني واستندت لبرنامج في الإذاعة المغربية، ان دايما الاسئله فيها حيره وربكه. انا صاحبت زميلي، طب بعت، هل ده يجوز شرعا؟ حاسين بارتباك بشكل ما. بنت تبعت ان هي يعني صاحبه ولد فوعدها بالجواز فبسها بشكل ما، فحاسه بذنب فقررت تبعد عنه عشان ده حرام، وتسال الشيخ طب انا مش عايز اعمل كده تاني، وانت ايه رايك يعني شرعا في هذا الموضوع؟ كان دايما الاسئله للبرنامج اللي استندت عليه في الاذاعه المغربيه كان دايما بهذا المنظر، ان في ناس فعلا حاسه بحيره كبيره ومش قادر يمارس يعني نمط الحياه كراجل وست خارج المنزل بشكل طبيعي، شايفين ان دايما في ازمه، في تانيب ضمير، في حرام وحلال بيطاردهم. فمع هذا الخروج النسوي للشوارع بتنشا عندنا منظومه زواج هي اوريدي تقليديه او نمطيه، او بيسموها حتى جواز صالونات، او في حتى بعض الناس يسموه زواج اعتباطي، ان اثنين ما يعرفوش بعض جمعوهم فبيتجوزوا. هنا رؤيه دكتور فاطمه لهذا النوع من الزواج التقليدي بيعتمد على امرين: السلطه الابويه اللي هي ترى انها فاهمه الحياه اكثر من ابنائها فهي بتختار لهم. هذا الاختيار يعني طبقا بقى للرسائل اللي هي كانت بترجع فيها، كان دايما في ازمه ان الولاد رافضين اختيارات الاباء والبنات رافضين اختيارات الاباء، بس هي كان بالنسبه لها اللي موازن اكتر، ان ممكن الابن يدخل في صراعات اكتر لان الابن بيختار، لكن البنت في الاخر هي قاعده، فبيجي حد يتقدم بشكل ما فبتبقى ازمتها اقل شويه من الولد، ان الولد في صدام حقيقي انا عايز كذا فالاسره لا. وابتدت تشب رسائل كتير، وهي كان جايبه رقم ان حوالي 70% من الفتيات اللي قرت رسائلهم كانوا يعترضون بشكل حاد جدا، لدرجه ان في بنت بتقول ان اهلها هيجوزوها غصب عنها، الراجل مش عايزاه وهي رفضت، فهم هيضطروا يجيبوا بنت تانية يروحوا بها للمأذون ويعملوا عقد مزور. فهي بعتت ده للبرنامج وتسال الشيخ هل يجوز تزوير عقد زواج، وفي الاخر بتختم رساله ان ده لو حصل انا هنتحر. بس هي بعد كل هذا الصراع بين الجيلين يعني بتلاحظ ملاحظه تبدو غريبه شويه، ان حتى الاهالي بقى اللي هم معترضين على اختيارات ابنائهم وعايزين هم اللي يختاروا شريكهم الجنسي بشكل سلطوي، الاباء دول يعني لما بقول اباء بقصد هنا في الكلام على الاسره يبقى الاب والام كسلطه، كانوا بيحزنوا جدا لما بناتهم او ولادهم زواجهم يفشل. وجابت قصة ان في فعلا كده حصل، اب وام اتفقوا ان هنجوز البنت دي للراجل ده عشان هو معاه فلوس، فاتجوزت وعاشت معاه، ابتدت يعني في ضرب في اهانة في حياة صعبة جدا انا مش قادر اكمل من ده. فيبتدي الاب اللي كان بيضغط عليها عشان يجوزها فبيهربها من بيت جوزها ويخفيها ويبعدها عنه، ويبتدي يتفاوض معاه عشان يطلقها، فالراجل يبقى رافض في الاخر يدفع له فلوس. فهي بتقول يعني حتى ده نفسه تناقض غريب، يعني هو احنا بنفرض ده بس هم في الاخر ممكن يكونوا مش عايزين التعاسه لابنائهم. وهنا كان ليها بقى تحليل، يعني طب هو ليه هذه السلطه موجوده بشكل يعني كبير؟ ده ممكن يرجع للثقافه نفسها، ان الاباء دول ده اللي حصل معاهم، يعني ابائهم كان هم اللي اختاروا ليهم، فجزء بشكل ما ان هم شايفين ان ده الصح اللي بيتم، ان الاب او الام هم اللي بيختاروا. كان ليها بقى تحليل من جهه اخرى، ان الامهات نفسهم بشكل ما عاشوا حياه
يعني معنى غير راضيات جنسيا بشكل كبير، اتفاجئوا في سن ما بانقطاع البريود، فيعني خلاص حسوا ان هم ما فيش اي شيء يعني يحقق انوثتهم في هذا العمر، فيبتدوا يتجهوا لشكل سلطوي ذكوري بالضروره على الابناء. وهي كانت بتشوف ان علاقه الاب بالام في مجتمع ذكوري يريد ان يحجم رغبات الانسان بشكل ما ويقيدها، علاقه بتبقى غريبه بشكل معين. يعني هي بتقول ان الوحيده المسموح للشاب ان هو يحبها بحريه امه يعني، لكن لما يحب واحده ثانيه فده مرفوض. فبتبتدي بقى تتكلم قد ايه يعني ده خلق يعني منحى ثاني ان المجتمعات القمعيه جنسيا وعلى مستوى الحريات بتمجد جدا حب الامومه ده، لان هو اساسا عنده خلل، هو عايز يبعد عن فكره حب واحد لوحده فبيتجه في الناحيه الثانيه. فتفضل في صراع في الكلام ده، وتبتدي تستشهد بحاجات ممكن حتى موجوده عندنا في مصر، ان بتقول ان يعني واحده في رسائلها كاتبه ان زوجي لما بيجيب لي حاجه لازم يجيب لامه، كل شيء لازم نبقى انا وهي زي بعض، لازم يعدي عليها قبل ما يعدي عليا. يعني الاطار ده كله كان ده تحليل فاطمه مرنيسي دي، ان السيارة دي جت في عمر ما مفيش اي دور، فهي خلاص حاسه ان هي تم يعني تعذيبها وانهاكها وان هذا المجتمع ظلمه. وحتى ده كان برضو ليه تحليل على الراجل نفسه، ان في فتره المراهقه مع هذا الكبت الجنسي المبالغ فيه، هو في عنده غضب تجاه المجتمع والثقافه وكل شيء، فبيمارس ده نفسه على مراته. فكان يعني شايفه ان التصرفين دول، سواء الكبت الرجولي للمراه في المنزل من قبل زوجها، او حتى الكبت الامومي كحماه او اللي بتمارسه على ابنها، ده له علاقه بناس اتعرضت لكبت وظلم اجتماعي كبير هم مش قادرين يستوعبوا دوت، فده بينعكس ان هم بيمارسوه بشكل منعكس على الاخرين تحت سلطتهم. هذا المجتمع بالنسبه لفاطمه كان يحرم الحب. تحريم الحب بالنسبه لها، لان هي شايفه ان احنا ماشيين في اطار ما بعد الحجاب، ان خلاص بقى فتره الحجاب او فتره منع الاختلاط دي هي بتنتهي، يعني الظرف التاريخي والضرورات والحياه الحديثه هي بتؤدي لده. فالازمه كلها فكره الحب، ان الحب مش هيخلي في راجل بيعتبر نفسه سيد او يسعى لاخضاع المراه، الحب يؤدي للمساواه. وده كان تحليلنا لفكره رفض الحب بشكل اجتماعي، ان الحب هيكسر كل المنظومه اللي قايمه على مراه تخضع الى لرجل. فبالتالي دايما بيتم مهاجمه الحب، ممكن يبقى ابن شاف واحده مناسبه ليه بس يبقى لازم ان هو بيحبها، فيبقى فيه رفض. حتى يعني لما واحد يحب زوجته فرد ده عامله له سحر مثلا، ان لازم الحب يتحط في الاطار ده، ان الحب فعلا لو موجود هو بيكسر النمط القديم بتاع السيد والجاريه او العبده ليه. وبتحكي في او نقله رساله في دوت، ان يعني الراجل دايما يجيب حاجه لامه فبيجيب شبهها لمراته، سواء جه في يوم بيشتري براءه فمش هيجيب لامه يعني، فاضطر يخبيها في جيبه وسلم عليها وجايه طالع يجري. قالت له لا تعالى انت في ايه؟ ايه الجيب ده؟ كبير ومش عارف، وريني. فشافت قالت له انت دي جنتك، يعني انت ايه اللي بتحبها ازاي وبتاع. وكان عندها ازمه ان هو فعلا جاب حاجه شبه دي لمراته. فبرضه ده بيرجع لتحليلات فاطمه عن الكبت والحرمان الجنسي اللي مر بيه المراهق فبيعكسه على زوجته، او حتى الام دي اللي عاشت حياه بائسه بشكل كبير، فهي عايز تعكس ده على البنت اللي ما تعرفهاش، وعايز تحكم في ابنها لان هي كانت فاقده للحب، لان قالوا لها ان الحب محرم، فهي اتجوزت واحد ما بتحبوش، ففيش اي حد تقدر تحبه بشكل مسموح غير ابنها. ودي كانت الاطر اللي بتدور فيها دكتور فاطمه، وكانت شايفه حتى ان حاجه شبه تعدد الزوجات ده برضو كان جزء عشان ما يبقاش فيه تمكين حقيقي للمراه، ان علاقه بين واحد وواحده بشكل احادي ده خطر، ان فعلا الراجل ده ممكن هو والست يتفاهموا بيحبوا بعض. في الحاله دي هيعمل ازمه بشكل ما، وهي حتى كانت ازمتها اكثر عمقا في التحليل من اختزالها في الجزء يعني الخطر على السلطه الاجتماعيه، ان قالت ان حتى الاسلام نفسه نشا في بيئه ترفض الوثنيه او التعدد، وان هذه العلاقه المثاليه القايمه على الحب والعشق بين رجل ومراه لن تقود الافراد الى الله والدين. يعني
ده بقى لو فعلا يعني موجود طبقا لتحليل فاطمه، اتنين بيحبوا بعض وعايشين مع بعض حياه سعيده وبتاع، ده في الاخر ما بقاش عنده يعني وازع ديني كبير بشكل ما. لو رجعنا للمجتمع الاول، هو ما بقاش عنده رغبه كبيره في الجهاد. يعني ان الفكره ان احنا عندنا اطار اجتماعي قايم بشكل كبير على قمع المراه ومنع الحب، لان ده بس الخطوره على مقام عليه. لكن طبقا بقى لتحليل دكتور فاطمه، ان البنى الاجتماعي بتتغير وان التغيير بيفرض نفسه، يعني ان الحياه ماشيه لقدام بشكل كبير. وكان تعليقها على الجزء بتاع ليه الافكار او ما يسمى بالحداثه الغربيه، هي ما كتبتش ده بشكل يعني واضح، بس هي اتكلمت على الجزء بتاع النسويه، بس ليه فكره الحداثه المستورده من الغرب بتفشل عندنا؟ هي كان ليها تحليل ان احنا قبلنا الاستيراد بشكله الاقتصادي، راس المال الحقيقي ان احنا نجيب سياره من الخارج، ده ما فيش فيه ازمه، لكن احنا نجيب فكره من الخارج ده يعني خطر على اللي هي بتسميه ادولوجيه المجتمع، ان المجتمع دوت هيمر بازمه عميقه جدا فعلا لو استورد الافكار دي من بره. بس هي ما وقفتش عند ده بس، هي كانت بتطرح بشكل ما حتى سؤال لو مش بشكل مباشر، ان فشل دوت قد يكون ان هو مش اصيل بشكل كبير، او ما قدرش يقدم الخطاب اللي يسمح له ان يكتسب الشرعيه في مجتمعاتنا. يعني ودي برضو أزمة كبيرة، هل أنا لما أجي أنتج خطاب جديد أو تحرري أو مخالف لما هو سائد، هل أنا أنقل من خارج مجتمعي وابتدي أصدر للناس وأعكس دوت أتهمهم إن هم متخلفين ومش قادرين يستوعبوا اللي أنا بتكلم فيه، ولا أنا مطالب يعني كحد يعني يرى أمل في التغيير إن أنا أجيب خطاب طالع من البيئة؟ ويمكن دي ازمه كبيره وبشكل كبير ما كانتش موجوده عند فاطمه نفسها. فاطمه بتتع يعني يشاع عنها مثلا ان هي تندرج تحت النسويه الاسلاميه، بس هو الحيرانه بشكل كبير هتكتشف ان ده مش حقيقي. هو الفكره كلها ان هي بحسب كل الميكانيزمات الغربيه جايه تفهم مجتمعها بشكل محايد، ما عندهاش ازمه. يعني نوال السعداوي مثلا بتيجي تشتغل في نفس المجال بشكل ما، هي داخله من اشياء مسبقه، من مشاكل، من رؤى متخيله، وداخله تعكس دوت على الواقع، ودايما في انفعال وفي غضب تجاه كل هذه الاشياء. فاطمه لا، فعشان كده تم تصنيفها ان هي بهذا الشكل تبقى نسويه اسلاميه، لكن ده مش حقيقي. هي بحيث عاديه جدا متصالحه مع الثقافه الموجوده، متصالحه مع الدين السائد، يعني مش داخله تشتم في الدين وهذا، لا هي شايفه ان وشايفه ان في كمان نماذج ايجابيه، وشايفه ان في مرحلته ما في موضوع المراسل المهمشيات ان ده كان شيء ايجابي. تستشهد بسيده شبه سكينه بنت الحسين كواحده في عقود زواجها، بتكتب ان انا ليا حريه كامله واتطلق وقت ما احب اتطلق وحامل اللي انا عايزاه، وانت كزوج ليا ما تلزمنيش باي شيء، وان ده كمان مشهد يعتبر جزء من الثقافه الاسلاميه. واستشهدت يعني بكتاب الطبقات لابن سعد في الجزء المخصص به للنساء، ان بيسالوا يعني السيده سكينه يعني طب اختك ناسكه وانت مرحه، يعني انت حابه الحياه قوي كده ليه وبتاع مش عارف ايه. فقالت لهم والله يعني هي فاطمه على اسم يعني جد امنا فاطمه وجدتنا فاطمه، فهي يعني هي نسكه. وانا هي سكينه نفسها كان اسمها الحقيقي امنه، يعني سكينه ده كان لقب ليها. فقالت والله وانا على امنه على اسم جدتنا اللي جت في الجاهليه. يعني ده الموضوع كان بالنسبه لفاطمه بنيسي، او ده الصراع بين نمطين من النساء. وهي حتى نفسها كانت بتتكلم ان في سيدات هم شايفين ان الاحترام في المنزل، وان اللبس المعين هو ده احترام المراه. الكلام عن السفور، هي بتتكلم المجتمع المغربي يرى المراه السفيره بشكل سيء جدا، وجابت كلام لبدويات يعني هم استغربوا ان السيدات في ممكن يعني لو قابلت واحده مثلا في المدينه ومحترمه يعني وبشعر، اللي هي بالنسبه لها ان يعني ازاي هم مستغربين ان النمط ده موجود، وان المجتمع المغربي كان بيصف يعني السيدة اللي بشعر أو سفيرة بعريانة. وهي كانت بتتكلم إن هذه الجملة ليها معاني اجتماعية سلبية، يعني ممكن تبقى شتيمة مثلا عندنا احنا بلفظ آخر. يعني أعتقد دي كانت أهم الأفكار عند
دكتور فاطمة، وبكده بقى يعني عرضت الأفكار الكبيرة في كتابها، وممكن يعني نتناقش حوالين الكلام ده. شكرا. نشكر محمد يعني سميح على محاولة عرض الكتاب بتاع ما وراء الحجاب للدكتورة فاطمة المرنيسي. واعتقد يعني ان احنا عايشين في مجتمع هو دايما يعني بنسمع فيه حاجات وقصص بتخلينا نفكر في ما وراء الحجاب او العلاقة دي بين الرجل والمرأة. منتظر اسمع مداخلاتكم او اسئلتكم لسميح اللي هيرد عليها. يعني نمشي كده بالدور، ولو حد هنا؟ وانا الحقيقه عندي اشكاليه في الموضوع معاها، يعني موقفها معاها. احنا لحد السنه 19 كان الكل محجبين في مصر سواء مسيحيين او مسلمين. بعد سنه 19 اتقلع الحجاب. اكيد اتقلع الحجاب لسبب. لحد السبعينات، يعني من العشرينات للسبعينات ما كانش في حجاب. ده سؤال، ايه اللي خلاهم قلعوا الحجاب في العشرينات؟ ايه اللي خلاهم رجعوا لبسوا الحجاب في السبعينات؟ طب ما هنا كان في اسلام وهنا كان في اسلام. يعني الموضوع النهارده ما بقاش اسلام، هو اكيد مدارس وتوجهات. نمره اتنين، النهارده انا الحقيقه قريت إحصائية غريبة جدا جدا جدا، ويمكن موضوع الجنس ده من ضمنه. بيقولوا إن مصر فيها أعلى نسبة جرائم في الفترة الأخيرة دي، أكتر واحدة بعد بلدين تانيين، يعني إحنا نمرة ثلاثة في الجرائم، وأكتر جرائمنا وصلت للزنا وزنا المحارم. يعني لما عملوا الإحصائية لقوا انه زنا المحارم بقى اكتر حاجه، وفعلا احنا بنشوف البامبرز، واحنا بنشوف دلوقتي اللي مع ابنها ومع واللي مع بنته واللي مع مش عارفه مين ومين ومين. طيب هل الجين اللي احنا فيه، يعني انا شايفه ان احنا من اكتر دلوقتي الناس التزاما بالدين، وازاي الاشكاليه واحنا ملتزمين جدا بالدين ان احنا نوصل لجرائم اخلاقيه بهذا العنف وبهذه النسبه؟ هي برضو كانت بتدرس ده. انا اعتقد انه تملي التطرف بيقلب على الناحيه الثانيه. انا دلوقتي كل ما امشي في حته الاقي الشباب الصغير في الاعداد وبتاع، الانفتاح بقى فوق الوصف. طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل، يعني احنا ايه اللي جرالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ جرائم اخلاقيه، انفتاح زاد عن اللزوم، الحاد. اظن كل دي انا مش بجيبها من عندي، دي احصائيات موجوده. هي بترد علينا تقول لنا ايه في كل ده؟ تمام. شكرا. حد ثاني عايز يتكلم من ناحيتي؟ طيب انا عايز شيخ الاسلام احمد سعد. ازيك يا سميح؟ اهلا وسهلا. بنشكر يعني سميح على عرض الكتاب وعلى اختيار الموضوع. كتاب لطيف لفاطمه المغنيسي، وهي ماتت الله يرحمها يعني من فتره قريبه، يمكن خلال الالفينات يعني. الكتاب لطيف انه بيحاول يفسر سوسيولوجيا بشكل رئيسي المشكله بتاعه المراه في هذا الجزء من العالم، العالم العربي. وظريف عندها يعني نقل الكثير من التراث ومن المحكيات حتى المعاصره، يعني من جايبه حاجات من الراديو بتاعه مش عارف ايه، وكلامها عن الحجاب وتحليلها لللبس وربطه
بالطبيعه المجتمع الذكوري والمجتمع الانثوي والامومي وكده، انا شايف يعني ممكن اختلف معاها هنا شويه، لان الحجاب هو او يعني طريقه اللبس وغطاء الراس هو اكتر شيء مرتبط بالمجتمعات الصحراويه. يعني المجتمعات الصحراويه لما هنبص سواء كان عند اليهود حتى موجود في التوران، المراه يعني بالذات المتزوجه لابد تغطي شعرها، وحتى بعد كده عند المسيحيين نفس الحكايه، وعند طبعا المسلمين نفس القصه، ان هم كلهم ايه طالعين من سله اديان واحده وهي الاديان الابراهيميه. لو بصينا على الشعوب الحضارات النهريه او البحريه هنجد ان اللبس عندهم ما كانش فيه نهائي غطاء للراس، يعني الا في اضيق الحدود، يعني ما يشبه التاج. يعني لو بصينا عند مثلا المصريين القدماء الفراعنه بين قوسين او السومريين او في الصين او في كده، هنجد ان لبس المراه المصريه الموجود في المعابد، يعني حتى مش مثلا في القصور او في الاماكن الفنيه، في المعبد المراه يعني كتافها عريان عادي ولابسه وكده، والمراه في الهند اللبس بتاعها الساري الهندي بتغطي شعرها كده ويبقى طالع جزء منه وبطنها مكشوفه، يعني البطن مكشوفه مش عوره ولا حاجه، والناس متصالحه مع هذا. فانا شايف ده مرتبط بالثقافه، ولما جاء القران اتكلم في الموضوع قال يعني ايه فليضربن بخمورهن، خمورهن كان كل الناس بتلبس خمار، خمار اللي هو كل ما يغطي الراس، فكان الرجال بيلبسوا يا عمامه يا عمامه طاقيه شكل من اشكال غطاء الراس، والنساء بتلبس غطاء راس، فقال لها بس ايه فليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هي فتحه الصدر دي، يعني كان كنوع من الحشمه يعني، فقال لهم يعني بدل ما الطرحه بتلبسها ترميها على ورا مثلا كده فيبقى الرقبه وفتحه الصدر مكشوفه، فايه تغطي صدرها كزياده يعني على طريقه اللبس او تعديل في طريقه اللبس اللي هي كانت يعني كان موجوده. يعني هم كانوا هند بنت عتبه ولا اسمها ايه ام جميل مرات ابو لهب ولا غيرهم، او يعني ام الرسول او غيرهم من كل النساء اللي كانوا ماتوا او عاشوا في الجاهليه كان كله بيغطي راسه، وطبعا الرجال ايضا، بس المراه عمل لها بعض التعديلات. هذه التعديلات مع الوقت مع يعني دايما الناس في حاجات لا يمكن المزايده عليها، يعني الحشمه والاباحيه، مهما كان الشخص يدعي الاباحيه والانحلال او يدعي الحشمه فهنجد ان يعني من السهل المزايده عليه بان انا اكتر منك حشمه واكتر منك محافظه على الاخلاق او العكس. ف يعني الملاحظه دي كده ملاحظه سريعه، والعرض عرض مشكور، ويعني اشوفك دايما يا سمير. هرد انت رايح. لا خليك في الاخر بالمر. أشكرك أولاً على الكتاب، يعني ما ألحقش أقراه بس واضح إنه كتاب مهم، وعرضك كان جميل أوي، حسيت كأنك يعني غطيت كل الأفكار اللي فيه. عندي بس تعليقين صغيرين، لما قلت إن العادات اللي هي كانت قبل الإسلام عن مثلاً المواريث أو علاقة الرجل بالمرأة أو الزواج أو الحاجات دي فضلت بعد الإسلام بالرغم من ممكن يكون تعارضها مع العقائد الإسلامية نفسها يعني، وده فعلاً بنلاقيه دايماً إن يعني العادات الاجتماعيه اللي هي المتاصله من عصور قديمه دايما بتفضل موجوده وبتبقى اقوى حتى من العقائد الدينيه نفسها، وده بنشوفه حتى لغايه دلوقتي. يعني الجواز دلوقتي لازم يكون فيه مثلا شقه مش عارف قد ايه ونيش وشبكه ومهر وحاجات ليها شكل معين، ويعني كانها بقت طقوس، كانها بقت طقوس دينيه يعني. الحاجه الثانيه لما اتكلمت عن السيده سكينه وانها كانت متحرره بالنسبه للستات الثانيين، هل ده يعتبر يعني كانت حاجه سايده، ولا لان هي كانت من طبقه يعني ممكن نقول من طبقه اجتماعيه معينه، لانه وده بنلاقيه دايما ان الطبقات الغنيه في اي مجتمع عمرها ما بتكون ملتزمه ابدا حتى بتبقى فيه زي ما يكون تسامح معاهم في كل سواء لو كانوا ضد الدين او ضد القانون حتى. بشكر سميح على العرض، والحقيقه هو
هي اشارت لحاجه اعتقد هي رغمها في اطار اجتماعي، لكن اعتقد ان هي دي المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا بشكل عام، هي فكره المفارقه او الفجوه اللي ما بين النص الديني وما بين الواقع. هي يمكن هنا نقدر نقول ان هي كانت يمكن عامله كيس ستادي على حاجه معينه، الجزء الاجتماعي، لكن هي احنا مشكلتنا كلها سياسه اقتصاد اجتماع كل حاجه، هي دي الازمه والصراع اللي احنا عايشينه في اللحظه دي، صراع ما بين نص ديني وواقع. طيب هي الفكره بقى يعني انا رايي ان اهم حاجه ده اللي مطلوب مننا ان احنا نتعامل معاه لو احنا عايزين نطلع من ازمتنا دي وما نفضلش في الكهف اللي احنا عايشين فيه، هو ان احنا نشوف حل في الاشكاليه دي. عندنا اصوليين عايزين يخضعوا الواقع الحديث بافكار وكل حاجه للنص اللي هو جه من 1400 سنه بملحقاته طبعا بتفسيراته بالاحكام اللي اتبنت عليه بكل ده. وعندنا اختيار تاني ان الجماعه بتوع الاصلاح الديني، ففي اطار زي ده في اصلاح ديني ممكن يتنفع ينفع هنا ان احنا نخلط دبده الواقع او نطوع النص لهذا الواقع، ولا ده مش ممكن؟ فبالتالي هنوصل للحل الثالث واللي وجهه نظري هو الحل الصح، يعني الى فكره القطيعه. عندي نصوص دينيه وعندي دين، خلاص انا مؤمن بهذا الدين، بمارس طقوسي لوحدي، شان شخصي فردي، دين فردي. وعندنا واقع احنا بنتعامل فيه بالياته بمشاكله بنحله بعلم الفكر الفلسفه بتجربه بابحاث بواتيفر بما يناسب الواقع بتاعك. وبشكرك. مصلحة الدين. طيب حد تاني عايز يتكلم؟ عايز يتكلم. هو لا روح هنا بس. انا بس في فكره يعني جت منين الاول اصلا تركيزنا كله يعني على الجنس، فاهمني؟ يعني كل التركيز على الجنس الجنس الجنس، فالموضوع يعني تركيزنا احنا ولا تركيز الكتاب اكتر؟ تركيزنا نظرتنا للمرأة عامة، الإنسان عامة، يعني ليه ما بصنلهاش من الأول خالص على أساس إن هي مثلا إيه الشريك وزينا زيها، والجنس ده كان حاجة في حياتنا زي باقي أي حاجة، فاهمني؟ ليه هو كان محور أساسي ودايما تركيزنا فيه، فاهمني؟ تمام. إيه؟ ما عارف بس يعني المفروض إن حاجة ثانوية. خلاص كده؟ حد تاني عنده مداخلة أو سؤال؟ هو بالنسبه لقضيه الدين والنص وكدهوت، اعتقد يعني هو في الدين في الاخر ملوش دعوه بالسياق التاريخي، هو بيتكلم في قضيه اخلاق اي دين بغض كان، يعني بيعتمد على مبادئ اساسيه العدل، المحافظه على الانسان، على حقوق الانسان، فهي كلها في الاخر ده اساس الدين، الباقي كله اعتقد حاجات فرعيه، يعني سواء بقى حجاب، تدخين، شرب خمره، زنا، مش عارف ايه، مش هو ده الاساس، يعني اساس اي دين في الاول وفي الاخر اخلاقياتي بس لصلاح المجتمع، لكن كل الباقي بقى ده كده ملوش اي لازمه. مفيش سؤال؟ لا تعظيم. وانا بس كنت عاوز اعلق على نقطتين، يعني اولا ده حقوق المرأة، يعني الست مشاركة فيها جدا يعني في مجتمعنا، هو انا شايفهم نوعين من المرأة بصراحة، يعني واحدة مش مثقفة وعارفة انها مش مثقفة واختارت بس انها يعني زيها زي غيرها تتبع تقاليد وعادات اهلها، بس هي بتتجوز وطول النهار شغل البيت ومش عارف ايه، ست تقري وكده كويس، ده دي رسالة، انا اعمل اللي ورايا وولادي يروحوا المدرسة ونيمه كده يعني. النوع التاني بقى ده الاخطر، اللي هي اصلا متدعى الثقافه، يعني مثلا بتلاقيها في الجامعه، بتلاقيها في كل حته بصراحه، من بره باينه انها يعني مفيش كده، يعني شخصيه ما شاء الله يعني، بس في الحقيقه مثلا تيجي تلاقيها مثلا تشوف واحده واقفه مع واحد صاحبها مثلا في الراوند او كده،
لا لا ومتخذاتي اقدام يا ستي، انت عارفه يعني انت دورتي اصلا في معنى الكلمه دي؟ ولا توعدهن سرا، انت دورتي فيها طيب؟ حاولت تقري فيها؟ مفيش يعني، هي هو كده. فالنقطه الثانيه بقى نقطه الجواز، الجواز التقليدي وجواز الصالونات وكده، متهيألي الاب والام بيرغموا ابنائهم على الجواز بالطريقه دي، ممكن خوف مثلا، يعني اب مش عاوز يشوف بنته يعني عانس في مجتمع زي ده. فاول حاجه متهيألي الخوف، ثاني حاجه وانا هفضل اصرف عليك لحد امتى وكده، وبرده ده بسبب اتجاه غلط البنت خدته، يعني ليه انا ما اعتمدش على نفسي واعمل لنفسي كارير وكده. بس عاوزه بس اعلق على نقطه حضرتك قلتها، احنا بنبص للمراه يعني كجنس ومش عارف ايه، ما بنعملهاش ان زيها زي الرجل. متهيألي ده يعني ملوش اي علاقه بالدين الاسلامي، ده ثقافه احنا برضو المجتمع هو اللي عمله. زمان كانت حفيده سيدنا علي تقريبا، علي بن ابي طالب، كانت ست في بيتها، كان المفروض ادباء رجاله كانوا بيروحوا من كل حته يروحوا يستشيروها في الحاجات اللي كانوا بيكتبوها. الستات عادي كانت ممكن تروح تجاهد، يعني ما كانوش بيكتشفوا كده الا بعدها، بس عملتها عادي. متهيألي ثقافة المجتمع هي اللي عملت كده. بس طيب نرجع لسميح يحاول يعني يستكمل العرض بالإجابة على التساؤلات أو التعقيدات الثالث. طب هو انا مبدئيا مش هبقى عارف يعني في الحضور مين قارئ الكتاب او مش قارئ، بس هي كانت الفكره عندي ان هو اهم كتاب كتب للنسويه الشرقيه او النساء التي تعيش في مجتمعات اسلاميه عربيه، يعني حاجه بالنسبه لي توازي مثلا مجهودات سيمون دي بوفوار في فرنسا، ان هو دستور نسوي كانت بتحاول يعني تحلل المشكله بعمق كبير، وهي الفكره كانت يعني جوايا قد اكتر مش ان احنا بننقل قد ما يبقى فيه يعني مناقشه ويعني ونشوف الافكار دي ومدى انعكاساتها على واقعنا احنا، يعني حتى ما كنتش مهتم جدا قوي بالمجتمع المغربي. هبتدي باستاذ احمد سعد، وما كانش فيه اي تحليل في الكلام اللي قلته عن الحجاب خالص، ما وراء الحجاب، ما بعد يعني الحجاب، فكره العزل، ان في مباني للحريم ومجال عام للرجال في المجتمع كله. ذكر التفسير بتاع القرطبي كان في تدليل على التحرش، ان الشاب البدوي يعي ان المراه خارج المنزل عاهره، فهو بيمد ايده عليها كنمط عادي عشان تستمر في هذا العهر بتاعها، او لانها فاجره فده نمط الاستمرار في جورها في الخارج، فده كان مربوط بالتحرش ما كانش مربوط بالدين او تحليل للحجاب، وهي تقريبا مش جايبه تحليل، هي بتتكلم عليه كنمط اجتماعي، لكن ما كانش فيه كلام عن الحجاب او ازاي اتفرض او ظروفه. فكره الاخلاق وزنا المحارم واحنا ليه في الشكل دوت وبتاع، انا مش عارف، بس مثلا يعني فكره لو في انحلال جنسي في المجتمع فده يبقى ليه علاقه بفكره رئيسيه عند فاطمه مرنيسي، ان الواقع يعني الانحلال، لو عندنا انحلال جنسي في المجتمع بشكل ما يؤدي الى ممارسات يرفضها المجتمع او حتى العقل او الاخلاق، وان كان يعني سبب الرفض لهذه الممارسات هي ايضا عندها على فكره يعني بسيطه، ان البنيه نفسها الموجوده الان لا تسمح بالموروث القديم، بقى في خلاف، وكتاب يعني ضربت مثال بسيط ان الشرع يجبر الرجل ان يصرف على زوجته وهو صاحب النفقه وانها مكفوله منه، ابتدت تتكلم ان النساء الفقرات في الاسر المغربيه كلهم بيعملوا، وان الرجل الفقير غير قادر على اعاله الاسره، يعني خلاص يعني ده جزء هام جدا، هو ما ينفعش في الشريعه يتجوز وما يصرفش، يعني هو ملزم بالصرف، بس الوضع الاجتماعي نفسه لا يسمح، هو ممكن يطلع حد الاختلاط حرام، الاختلاط حرام على عيني وراسي، صراع الاجتماع نفسه لا يسمح. فدي الازمه، ان احنا عايشين في صراع بين موروث يخالف الواقع، يعني انا ممكن افهم ان شاب من حي فقير يخرج في عيد الاضحى او عيد الفطر يتحرش بالبنات، لكن انا مش عارف منه دكتور جامعه، هي الازمه عنده مش ان هو ما اتعلمش كويس ولا لا، هو في الاخر في موروثه الفكر ان الاختلاط حرام وان اللي طالعه بره دي مش كويس، وهي كل خروجها لاسباب جنسيه، فهو بيمارس ده بشكل لا واعي، يعني هو مش شرط يكون مقتنع اختلاط حرام،
بس هو في عقله الواعي شايف ان ده غلط، ولما يصاحب واحده مش هيتجوزها لان برضه شايف ان هي مش محترمه. فالازمه كلها في الموروث الثقافي بتاعنا، ان احنا عندنا موروث ثقافي لا يصلح للواقع. يعني الرسائل اللي كانت بتوصل للبرنامج الاذاعي، في شباب كتير عنده ازمه، هو حب بنت والبنت كانت بتحبه، اتجوز واحده اكبر منه عشان معاه فلوس. يعني هو هيعمل ايه؟ ما هو الشاب ده في الاخر عايز يعيش. انا عندي نمط اجتماعي او موروث ثقافي، حتى لو ليه جذور دينيه، بغض النظر بقى ان الجذور الدينيه دي هو الدين الاصيل او دي ثقافه وتفسيراتها نفسها مش قادره تتفاهم مع الواقع. فده اللي بيخلق الازمه بشكل كبير. البعد عن الحجاب مثلا في مع هدى شعراوي، وبعد كده العوده ليه ما بعد عبد الناصر، او يعني في نهايه عاشور ومع السادات، هو موضوع اعمق من فكره موضوع الدين. هي الازمه كلها ان النمط الاجتماعي بشكل ما، ان احنا بعد او مع ما يسمى الثورات العربيه انتقلنا بشكل كبير لفكره الحداثه او التغريب، ان احنا عايزين نتشبه، وان ده مثلا كان ليه جذور في الكتاب اللي ما يسموا تنوريين كاسم امين او محمد عبده، فاحنا عايزين ناخد النمط ده. فبشكل ما هدى شعراوي بتطلع فبتخلع البرقع، فبيكون في حريه كبيره وخطوه نحو الامام. تفضل الخطوه دي مكمله وتتزايد بقى بشكل اكبر مع الثورات العسكريه اللي حصلت في فترات لاحقه ضد الاحتلال. فالناس دي بعد ما خدنا يعني نمط التغريب بشكل ما، قرروا المنافسه، احنا هننافس بقى الغرب، فدخلوا بالادوات اللي نقلوها في منافسه مع الغرب، فبيتم هزيمه، يعني وهزيمه سيئه جدا. فبيطلع طيار من الناحيه الثانيه بيقول اه والله يعني الهزيمه دي كان سببها كل البعد عن ربنا، ان احنا طول السنين دي بعيد عن ربنا فلازم نرجع للدين. وفعلا الخطاب ده بينتشر بشكل كبير، وفي اكتوبر مع السادات يعني في الاخر النصر بالله اكبر، والشيوخ اللي كانوا فرحانين في 67 هم كانوا يعني معجبين جدا وبيحمدوا ربنا على 73. هي الازمه هنا مش مع البلد او مع التوجه نفسه، ان النمط الغربي اللي احنا نقلناه وادعينا المنافسه بيه احنا فشلنا، والناحيه الثانيه ده بيقدم نفسه كنجاح. فكان طبيعي جدا ان مع الخطاب ده ان الحجاب ينتشر، ومع الخطاب الثاني يبقى الحجاب اقل، بغض النظر على الازمات ان احنا ممكن نكون بننقل الحداثه بشكل خاطئ. يعني في ناس كتير اتكلمت حتى ان الغرب كان ينقل ادواته الى الشرق، وفاكر ان الادوات دي يتم استخدامها في الحداثه بس، هم اتفاجئوا ان هذه الادوات ممكن يتم استخدامها في الاسلام. وكانت ازمه كبيره، والثوره الايرانيه وظهور الاخوان المسلمين، يعني ده في الاخر فكره بقى الفجوه بيننا وبين تراثنا اللي اتكلمت عنه فاطمه مرنيسي، ان تقدم خطاب تحرري غير مبني على الواقع نفسه، ان انا بوجه للناس كلام ملوش علاقه بحياته، جايبه من الغرب نصا، يعني مش جاي من قلب الواقع ومنطلق منه، وببتدي خاطب مشاكل الناس واحتياجاتها وازماتها الحاليه. انا عايز اجيب لهم نمط بشكل ما، شباب اللي بيسافر يعني الطيار الاسلامي لما بيجي ما يسمى عمليه السلفنه، ما هو ايه الفرق بين ده وده؟ وفي الاخر الجماهير او المينستريم او ما يسمى بالشعب هو في الاخر بيرفض الاثنين. يعني هو ولا مستني دوت يجيب له نمط حياه، ولا مستني ده يعلمه الدين. هو عندهم دينهم وعندهم نمط الحياه وعندهم ممارسات وعندهم كل حاجه، وفعلا ما فيش حد مستني حد. فدي الازمه كلها، دي ازمه يعني ثقافيه بشكل ما، ان احنا مفارقين لوجودنا الاجتماعي. ارتباط العادات بالدين ده كان دايما بيحصل، ده دايما كان بيحصل في كل التشريعات وكل الاشياء، ان كله بيضطر ياخد من اللي سبقه. وفي الاخر النجاح لاي تشريعات جديده بتبقى في الجزء السلطوي بس، ان انا اقدر في هذا يعني او الاشياء اللي هيقوم عليها دولتي او حضارتي او الحكم بتاعي، لكن في الاطار الاجتماعي ما بيحصلش. يعني في كتير حصل احتلالات لمصر، بيجي الغازي ده عايز يفرض ثقافه معينه ما بيقدرش، يعني هو اخره يتحكم في المركز، لكن الاطراف كلها بتفضل بنفس الاعياد بنفس الاديان بنفس الافكار، هم مش مهتمين بيه. يعني دي دايما الفكره، ان المجتمع نفسه وحركته والاشياء اللي بيشتغل بيها وتولداته المتفاعله هي اعمق كتير من ان حد يجي يغيرها بتشريع باي شكل ايا كان. هم هيفضلوا الناس في الاطر الخاصه بيهم. السيده سكينه ممكن بشكل كبير تكون يعني ان هي فعلا عشان وضعها الاجتماعي فهي اخذه حريتها، بس هو الفكر هنا عند دكتور فاطمه بتحاول تدلل ان الايقونات يعني في الاثنين عندنا، ان مش لازم بس نصدر صوره
النسك والتعبد. يعني ما في الناحيه الثانيه اشياء في التاريخ حتى فكره حفريات فوكو ان حاجات بيتم اهمالها فهي بتحاول تستعير ده كمان، ان وحتى استدلالها بده على استمرار الصراع نفسه بين نمط المراه الجاهليه في المجتمع العمومي اللي هي كانت بتتكلم عنه ورجعها في دراسات كتير، وبين نمط المجتمع المراه المحافظه في المجتمع الاسلامي. ولغايه ده ممكن يعني لغايه النهارده ممكن يبقى نفس الصراع، ان ممكن الاقي سيدتين، واحده هنا مع التحرر وخروج المراه وعملها، والناحيه الثانيه واحده وهي كانت شايفه ان لسه العقليه الاسلاميه لسه ما اتخلصتش بده بشكل كبير. استاذ مؤمن، الصراع بين الدين او الموروث الثقافي والواقع، يعني اعتقد كان في رد عليه في الجزء ان الواقع يفرض نفسه بجميع، حتى دي فكره ما وراء الحجاب، ان في الاخر خلاص احنا ماشيين في طريق الاختلاط، بعد زمن ما الحب هيبقى مسموح وعادي جدا، بعد شويه فنمط الجواز السيد ده ممكن كله بينهار. دي كانت رؤيه الدكتور فاطمه، مش كحد تبشير قد ما حد بيدرس، يعني هي شايفه فعلا ان ده بيتحلل بشكل كبير، بس هي كانت بتحاول تشرحه الجزء الديني او التعامل مع النص. هي كانت بتقدم نفسها مش يعني مش فقيه، مش باحثة في الدين ولا عالم شرعي، بتقول انا بحاول اربط ما بين الموجود في التراث وما بين الحالي، ما بتقدمش اي يعني اي رؤى بقى ان ازاي ده يتم، بس هي كانت مؤمنه كباحثة اجتماع بالواقع، ان الواقع يفرض نفسه رغما عن جميع الاشياء. تركيز الراجل على الجنس، يعني هي طاقه كبيره جدا جوه الانسان ويسعى لتحقيقها، وحتى عند المراه يعني ما يعني كان تحليل الدكتور فاطمه كله قايم على ده، ان هي الازمه كلها رغبة المرأة اللي هتسبب فوضى لو انطلقت. مش يعني دي 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 الفكرة. في رأيي الشخصي أنا يعني الصراع بين الراجل والمرأة والأزمة كلها قايمة على أشياء بسيطة جدا، يعني إن الراجل لديه أفكار متخيلة عن المرأة. هو عايز حاجتين، عايزها تفكر شبهه وعايزها تعمل اللي هو عايز، يعني تفعل ما هو يريد. فدايما بيصطدم بيها. يعني أنا شايف بقى دي الأزمة الحقيقية. الأزمة كلها في خيال الراجل، إن الكائن الآخر هو مش شبهك، هو مش بيفكر بعقلك، وإن هو مش هيعمل اللي أنت عايزه. يعني في مناطق تاريخية كتير ابتدوا يرسلوا هذه التحولات، يعني إن الستات قد تبدو بهذا الخضوع بهذا الاستسلام، ولكن كان بيعملوا لهم كوارث. يعني كان في حادثة في روما إن مرة كده مش عارف إيه سمموا القرية كلها، هي الرجالة والله إحنا وعندنا جواري وعايشين بشكل ما، هم مش عاجبهم، ما ولا اعترضوا ولا عملوا أي حاجة. سم في الميه، فاكتشفوا انه مش عارف 500 وراجل كام ماتوا وبتاع، وكانت ازمه كبيره. ففي الاخر هي دي الفكره كلها، ان يعني رؤى متخيله بتعمل ازمه، وان ده بيقوم على السلطه. يعني دي الفكره. وكان دكتور حتى فاطمه وهي كانت بتحاول تعمل ده، انها تشيل الرؤى المتخيله من العقل هنا الذكوري او الانثوي، وتحاول يعني تقابل دوت ان هو نفهم بعض. يعني دي الازمه كلها، ان كل كائن يبني تصورات عن الاخر غير واقعيه، فبيبقى صراع عبثي بشكل كبير، وفي الاخر محدش بيستفيد منه غير السلطه الحاكمه. يعني هي السلطه نفسها بتبقى قايمه على ده، ان هذا الصراع يبني كل شيء. في قصه دايما بحكيها، ان في الحرب العالميه احد الجنود بعت لزوجته، لو انتوا كان فرنسي لو عارفين اللي بيحصل فينا على الجبهه، انتوا اطلعوا كلكم البيوت تعملوا ثوره وتمشوا النظام دوت وندخل في سلام. فدي وصلت للمخابرات تم اعدامه. يعني وهي الفكره كانت حقيقيه بشكل كبير، ان فعلا الناس دي بتحارب عشان الستات دي. الستات دي لو اعترضت الموجوده في البيوت الحرب انتهت والنظام الحاكم وقع. يعني الموضوع كان بهذه البساطه. فدايما لازم الصراع ده موجود عشان السلطه تقدر تقوم عليه. ده لو مش موجود مفيش عندك سلطه تقدر تتحكم فيه بشكل كبير. فكره الجنس يعني والدين، وهل بقى النظره دي جايه من الدين او من خارجه؟ أنا هرد يعني رد دكتور فاطمة نفسه. هي استخدمت حديثين في المدونة الحديثية، حديث إن لازم يكون بينكم كلام ورسول، فسألوه وما هو الرسول؟ قالوا القبلة يا رسول الله. إن الشيخ الغزالي نقل الحديث إن قبل العملية الجنسية لازم يكون في نوع من يعني في فترة تمهيد يعني بشكل ما. الناحيه جابت حديث اخر بقى، ان مرت امراه فالنبي شافها فقال لهم طب مش ثانيه، فدخل مارس الجنس مع زينب بنت جحش وخرج، قال لهم المراه كالشيطان فلما تشوفها لم تروح تطلبها من اهلها.
هنا بتقارن بين الحديثين، يعني في حديث بيقول الناس يعني بيؤمن بالفعاليه الجنسيه وحياه ممكن او افكار اشبه بالمنظومه الحديثه حاليا، اللي هو حديث ان لازم يبقى فيه قبله وتمهيد مقابل الجماع. قالت ان ده بيتم تضعيفه بشكل ما او رفضه في المينستريم العام في مدونه الحديث، ان مش قابلين الحديث ده، وقالوا ان ازاي النبي يقول قبله. قالت ان الحديث الثاني اللي بيطلع النبي ما بيغضش بصره، شاف واحده في استثار فمش قادر يكمل كلامه فلازم يروح يمارس الجنس ويرجع لهم عشان يتكلم، فبالتالي ما فيش اي تحكم في غرايزه. قالت ده صحيح. فهنا بقى تناول الدوت ما يعني هي مش هتهتم، هي مش عالم شرعي، فعلا مش مهتمه بالجانب الشرعي في الموضوع، هي مش مهتمه بصحه ده او عدم صحته او حقيقته التاريخيه، بس هي قالت ان ده بقى اللي بيعبر عن الثقافه، ان انا لو عندي نمطين من الثقافه، نمط اكثر تسامح تجاه المراه ونمط اكثر دونيه وتخوف من المراه، فهو ده النمط الناجح، النمط الثاني. يعني ده كان اجابتها بشكل كبير. في اخر سؤال بقى اقراه عشان نرد عليه. هل المثقف السياسي من المعرفة يكون أكثر وعيا؟ هو مين اللي سأل السؤال؟ طب أنا مش فاهم، ممكن تقول لي السؤال؟ يعني هو ان كان مثقف او مش مثقف، هو مرتبط بالواقع بتاعه. يعني ممكن في ناس تسعى للتحرر، تسعى للتمرد، بس ده حتى ملوش بقى علاقه بفكره يعني ثقافه. يعني انا كان في قصه يعني روايه في كتاب، لان في بنت ما قريتش، يعني انا اعرفش شخص ما قريتش ان هو سعده، ما تعرفش جون ستيوارت ميل، زميلها دخل يتقدم لها فوالدها معترض، يعني عايزين حاجات كتير وهو الولد معهوش امكانيه ان هو يجيب كل ده، فدخلت بمنتهى البساطه قالت له والله يا بابا انا بحبه واحنا متفقين على الجواز وهنحوش مع بعض وهو بيشتغل وانا بشتغل واحنا هنتجوز. يعني ده كان اطار بسيط جدا ويبدو سائر جدا على الاطار المجتمع بيفرضه. فانا يعني مش لازم، يعني ممكن حد عادي بيقول كلام كبير جدا وما يقدرش يطبقه. فانا في الاخر هؤمن بده، انا هؤمن يبقى هبقى مؤمن بالواقع، ان انا ماليش علاقه بالباك جراوند بتاع الشخص نفسه. يعني مثلا النساء العاملات او اللي بيعيروا اسر بشكل كبير في مصر، ده موقف يعني سائر تجاه فكره فاطمه ما بعد الحجاب، ده في الاخر ملوش علاقه باطار ثقافي برضه، اللي هو ليه علاقه بان الواقع بيفرضه. شكرا ليكم.